المرجوه. مهلا يا رمضان. أيها الأخ، أيتها الأخت، إذا فرطنا في استقبال رمضان فعلينا أن نغتنم ونعود في وداع رمضان، ولنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام الأسوة، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام القدوة، وهو الرؤوف الرحيم، ذلك النبي الخاتم، ذلك النبي الطبيب عليه الصلاة والسلام، رحمة هديت من رب العالمين إلى البشرية منذ أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر إنسان يوجد على هذه الدنيا. ولكن قبل الحبيب عليه الصلاة والسلام فلننظر إلى زهده في الدنيا عليه الصلاة والسلام. والزهد منبعه القلب، كما أننا نتحدث عن أعمال القلوب. فإذا رجعنا إلى أمم سابقة، إلى أمم ظالمة، نجد أن فرعون كيف بنى القصور، وكيف زين الدور، وكيف كانت المياه تجري من تحته، والخدم والحشم، وكيف كانت الطغاة والبغاة من على ميمنته وميسرته يقتلون ما يشاءون، ويظلمون ويعتدون على من يشاءون، يأكل أفخم الأكل ويشرب أجمل شرب فرعون. ثم إذا أتينا إلى النمرود في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نجد له من القوة والبطش، نجد لهم من الغنى، نجد لهم من الخزائن من فضة وذهب وخيول ونساء وحمير ودواب ما الله بها عليم. ثم إذا أتينا أيها الإخوة المؤمنون إلى ثمود وإلى عاد، إذا أتينا إلى قوم لوط، إذا أتينا إلى قوم نوح، زعماء كانوا جمعوا ظنا منهم أنهم سيخلدون، جمعوا بالحلال والحرام، جمعوا بالبطش بالقتل بالتشريد بالإفقار، حتى أنهم خافوا على ملكهم فبدأوا بقتل الصبيان من الغلمان، قتلوا الصبيان حتى لا يؤخذ منهم الملك. والقصص في هذا المجال كثيرة ووفيرة، ارجعوا إلى القرآن الكريم تجدون أجمل القصص وأحسن القصص. هؤلاء ما ظنوا أن هناك آخرة، أو علموا بأن هناك آخرة، ولكن الغرور والكبر، الغرور وحب الدنيا، ما دخلت الدنيا بين الشمس والقمر إلا وتسببت بالخسوف والكسوف، وما دخلت الدنيا بين العبد وبين ربه إلا وأغرقته في شهواتها وفي ملذاتها. الدنيا، هذا الكوكب الأرضي، وهذا دليل حسي أنها إذا دخلت بين الشمس والقمر حصل خسوف وكسوف، وإذا دخلت ما بينك وبين الله أكلت من حرامها وتلذذت بشهواتها القليلة الفانية القصيرة. ولكن إذا جعلت أن الآخرة نصب عينيك، وأنك إلى الله قادم، وأنك إلى الله صائر، زهدت بها وكنت من الأتقياء الأنقياء الأصفياء. أيها الإخوة المؤمنون، هذا بالزهد. فإذا تحدثت عن أقوام قدموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بدأوا بأن يدفنوا البنت وهي حية من جهلهم وكبرهم وعنادهم، ما زهدوا في ذلك، خافوا أن تكون هذه البنت تسبب لهم المصروف الكثير والإسراف والتبذير، حتى وصل بهم أنها إذا كبرت قد تسرف وتكلفهم دماء ورجالا وقبائل وعشائر، إلى أن أتى الحبيب عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب أيها الإخوة والأخوات. عندما يذكر القرآن عن قصص الطغاة من أكاسرة ومن جبابرة ومن فراعنة،
يأتي بالذكر لو كان تلميحا إلى قصورهم وإلى دورهم وإلى خزائنهم تنوء بها الرجال أولي العصبة من قوة، المفاتيح هكذا، فما بالك بالأقفال، فما بالك بالخزائن إذا المفاتيح عصبة الرجال الأقوياء لا يستطيعون إلا بالجهد أن يرفعوها، فما بالكم بالأقفال، ثم ما بالكم بالأموال، كم كانت هذه الأموال حتى وصل الأمر بهم إلى من هم من قال أنا ربكم الأعلى، ومنهم من قال أوتيته على علم عندي، ومنهم من قال أنا أحيي وأميت، ومنهم من قال سأخلد في هذه الدنيا، ومنهم من قال أنا الملك، ومنهم من قال أنا الزعيم، ومنهم من قال اقتلوا فلان واتركوا فلان، إلى أن وصلت البشرية إلى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، تجد هذا في القرآن، ولكن عندما تصل إلى سورة الحجرات نمر عليها نقرأها، لكن هل فكرنا فيها؟ فقط في الاسم الحجرات. الحجرات أيها الإخوة عبارة عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قصوره، ما قال دوره، ما قال ذهب، ما قال خزائن، ما قال بطش، ما قال رجال، ما تكلم عنه بالأخدود، ما تكلم عنه بالظلم عليه الصلاة والسلام، ولكن قال الحجرات. إذا أتيت لتسمع عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنها فقيرة وأنها من طين، ولو أراد الدنيا لحولت له جبال مكة ذهبا عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحجرة الواحدة قالت الروايات لو أنك مددت يديك هكذا تكاد أن تلمسهما، ولو رفعت يديك هكذا تكاد أن تلمس سقف هذه الحجرة. حجرات، حجرات. حتى نتعلم الزهد في الدنيا لا يعني ذلك أن نجلس في حجرات، لا. أيها الأخ، زهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أين وصل الإسلام، إلى إسبانيا وإلى الصين وإلى مشارق الأرض ومغاربها، زهده عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما أتاه الغزو كان هناك رجلا رحيما زعيم قومه في الحروب واسمه نعيم، فعندما وصلت الحملات المقاتلة إلى مشارف المدينة جلس مع نفسه، وهذا يسمى الآن بالعلم الحوار الذاتي، يسأل نفسه ثم هو يجيب. فجلس، لماذا نقاتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سرق إنسانا؟ فأجاب نفسه لا. هل قطع رحما؟ فأجاب نفسه لا. هل تكبر على أحد؟ فأجاب نفسه لا. هل أكل حقا؟ لا. هل كذب؟ لا. هل خان؟ لا. هل زنى؟ لا. يرفع مكانه بالأخلاق؟ نعم. يتكرم؟ نعم. يصل الرحم؟ نعم. يكسو المعدوم؟ نعم. يطعم الجائع؟ نعم. يكرم الضيفان؟ نعم. يسلم على الصغير والكبير؟ نعم. يستقبل كل الناس؟ نعم. يدافع عن المظلوم؟ نعم. يردع الظالم؟ نعم. فترك الجيش وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل بين قائد جيش، فالصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله رجل يريد أن يسلم عليك، قال أدخلوا. فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما رأى قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعيم، يعني أنت نعيم؟ فقال نعم يا محمد. فقال يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنت نعيم؟ أنت القائد؟ أنت اللي بيحكوا عنك في القتال؟ أنت عندك الجيوش؟ أين جيشك؟ ما الذي أتى بك وحدك إلى هذه الديار وأنت أتيت؟ فقال له نعيم، قال نعم يا محمد نعيم. قال يا نعيم، أتيت مسالما أم مقاتلا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول أتيت لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بتواضعه عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما تسمع بسورة الحجرات لماذا لا تتوقف عندها أيها المسلم؟ يا من أردت الإكثار من الخيرات بحلال وحرام، يا من جملت البيوت من الخارج وفي الداخل تخلو من الصلاة ومن الذكر ومن القرآن، بيوت ما فيها مصاحف،
بيوت اللعن والسب والطعن والكفر. تعال معي كيف امتلأت هذه الحجرات إيمانا ووزعت على الدنيا إسلاما، عدلا ورحمة ورأفة وقياما وصلاة عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، ما قال الله قصور محمد، ولا قال منازل، ولا قال تجري من تحتها الأنهار، لا، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الأخ، ونحن هنا إن شاء الله سنبدأ بدروس عن سورة الحجرات بإذن الله تعالى. لماذا؟ يسأل سائل لماذا؟ حتى تعلم أن الأموال ليست كل شيء، وأن المظاهر ليست كل شيء، وأن كبر البيت وضخامة البيت وفخامة الأثاث ليست كل شيء، حتى تعلم أنها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بماذا امتلأت، وكيف سيكون بيتك أنت في الأيام القادمة، أو إذا كان عندك بيت ما هي التصرفات داخله، ما هي الأقوال داخله، ما هي أفعال داخله، يعني مثلا رفع الصوت، السب، الغيبة، النميمة، الطعن، المخاصمة، إصلاح ذات البين، لا يسخر قوم من قوم، إن بعض الظن اسم ولا يغتب بعضكم بعضا، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لخير لعربين على عجمي. هذه الحجرات ضمت وشملت كيف نربي الأسرة الواحدة، يعني المدن كلها، العالم من شو؟ من مدن. المدن من شو؟ من قرى. القرى من شو؟ من أحياء. الأحياء من شو؟ من بيوت. البيوت من شو؟ من أسرة. الأسرة من شو؟ من أفراد. لذلك إذا أسست أنت، إذا أسست يعني كما يقول لك أقم دولة الإسلام في بيتك تكم على أرضك، بمعنى هذه الحجرات أيها الإخوة والأخوات امتلأت إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن نزل حتى يرسم لنا الطريق كيف نتعامل مع بيوتنا، وكيف نتعامل مع بيوت الآخرين، كيف نتعامل مع الفرد من إخواننا، وكيف نتعامل مع الجماعة أيضا كما نحب أن نعامل نحن. لذلك عندما ابتعدنا عن تعاليم الحجرات وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من للأسف من غيبة ونميمة وفسق. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه أين وردت؟ في سورة الحجرات. إنما المؤمنون إخوة، أين وردت؟ في سورة لا يسخر قوم من قوم. في أي سورة وردت؟ إن بعض الظن إثم. في أي سورة وردت؟ لذلك أيها الإخوة المؤمنون، بإذن الله في الدروس اللاحقة سنتحدث عن بناء البيوت وبناء القرى وبناء الأمة بإذن الله تعالى من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، ولكن نركز على سورة الحجرات. فإن شاء الله إلى أمسية الغد مستعينين بالله عز وجل، وقبل المغرب بإذن الله سنلتقي معكم، نبدأ بدروس جديدة عن مواصفات عباد الرحمن من مؤمنين ومن مسلمين ومن متقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفع وينفع بنا، إنه هو السميع لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ بدر خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة والقيمة التي نقلتنا من السنن المهجورات إلى سورة الحجرات، وما أدرك ما سورة الحجرات. إن شاء الله سبحانه وتعالى بعونه ومنه وكرمه نتابع معكم هذه السلسلة في الحلقات القادمة غدا إن شاء الله بعد صلاة التراويح. بقوا معنا على اتصال دائم لتتنوروا بنور الإيمان والإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى.